بس مودو بس احنا لو منطقي. خفضنا الجنيه تاني احنا بنحمل ميزانية الدولة مليارات. وانت لما بتخفضش بتخسر برضو يعني الدولة. ما انا قلت لحضرتك قبل كده، مين اللي بيدفع الفارق؟ مين اللي بيدفع فارق ال 88 ده؟ الدولة طبعا، الدولة هي اللي بتدفعه. مين اللي بيدعم حضرتك لما تسافر بره؟ الدولة. الدولة. لما بتصرف بالفيزا مين اللي بيدفعها؟ الدولة. ما هو واخد قرارات ان محدش يسحب من بره بالفيزا دولار. لا لا يا فندم موجودة، ما دي اشاعات. لا يعني نسبة نسبة عملها نسبة بس حد يعني. موجودة يعني، بس موجودة تقدر تتعامل بره عادي خالص. الجمارك بلاش، الجمارك على العربيات مثلا او السلع المعمرة بتتحاسب على انهي سعر؟ على السعر الرسمي يعني، بتتحاسب بسعر الدولار على السعر الرسمي. ليه العربيات غليت فجأة بشكل كبير قوي؟ لان في فرق. لان حصل خفض في قيمة الجنيه، وبالتالي الجمارك اختلفت، لان بدأت الاسعار تتحاسب بزيادة 14% على سعرها اللي كانت بتحاسب على السعر الرسمي في البنك المركزي. وعلى فكرة ده عامل يعني اخر تقرير صادر انخفاض 30% في مبيعات السيارات. هي تعرف حضرتك المشكلة كلها فين؟ في المستهلك. لو المستهلك يتوقف بس عن الشراء شوية الامور هتنضبط، لكن طول ما المستهلك بيشتري في اي سعر باي سعر موجود، سواء في السيارات سواء في السلع المعمره سواء في اي حاجه، طول ما هيبقى في طلب كبير على الدولار، وطول ما هيبقى في ازمه في الطلب على الدولار.